بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك أحب إلى أبينا
والله المستعان على
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
أنا أنبئكم بتأويله.
وما أبرئ نفسي
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما
في نفس يعقوب
فقضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من كذلك كدنا ليوسف
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم فعلتم بيوسف
وأخيه إذ أنتم جاهلون But I'm
مُشْرِكُونَ
وتفصيل كل شيء.